في قاعة كورال بخور مكسر في محافظة عدن، أحيت السلطات المحلية حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى 53 للثورة 14 من أكتوبر. نحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وقد تم تحرير أجزاء كبيرة جدا من وطننا من الانقلابيين الحوثيين وقوات عفاش. حقيقة كما شاهدتم اليوم الاحتفال كان بهي جدا، وأيضا يعبر عن الفرحة الكبيرة. عدن تستعيد عافيتها إن شاء الله. الحفل الذي يأتي بالتزامن مع الحرب التي تخوضها الدولة ضد ميليشيات الانقلابيين لاستعادة المؤسسات وإرساء مداميك الدولة، أكد على ضرورة تجسيد أهداف الثورة المجيدة على أرض الواقع. نحن نطمح دائما في ثورتنا، والذي ليست فقط ثورة ستنتهي فقط باحتفالات، إنما الثورة ستنتزع حقها بالاستقلال والحرية. تضمن الحفل العديد من الأغاني الوطنية المعبرة عن ثورة 14 من أكتوبر والمعاني النضالية من خلال المشاركات الفولكلورية الشعبية المنتقاة من وحي التراث اليمني الأصيل الذي أبدى معه الحاضرون تفاعلا كبيرا. لا تزال الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة تقام بطابعها الرسمي، تعبيرا عن مدى رغبة الشعب بتحقيق مكاسبها الوطنية في أكتوبر كما في سبتمبر.